أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. بعد 17 عاما من الاحتلال الأمريكي للعراق وتأسيس العملية السياسية بكل أحزابها وقواها وشخصياتها الطائفية والإثنية التي يعني رعت مشروع الاحتلال وأسهمت بشكل فاعل في حماية هذا المشروع وفي التأسيس لمشروع خراب العراق ورعايته طوال 17 سنة. طوال هذه 17 سنة من حكم الأحزاب، هذه الأحزاب الطائفية التي ادعت أنها أحزاب دينية، الغالبية منها قالت أنها أحزاب دينية وأنها تمثل المظلومين وتدافع عنهم، واستعملت عقائدهم على أسف ورموزهم الدينية في محاولة إضفاء هالة من القدسية على قادتها وعلى إطارها الخرب. وبعد كل ما انتجته هذه الأحزاب وهذه العملية السياسية من تجربة رثة، تجربة بائسة أفرزت نتائج كارثية في الفساد والخراب والدمار، في الفقر والبطالة والعوز وانعدام الأمن والاستقرار، غياب الاستقلال، غياب السيادة، ضياع الهيبة والاحترام، انهيار العراق في كل المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية. طوال هذه الأحزاب وهذه يعني وما يتبع لها من ميليشيات فرضت نفسها للسيطرة على إرادة العراقيين، حاولت السيطرة على إرادة العراقيين طوال 17 سنة وأخضعهم بالقوة لإرادتها وبالقمع الدموي إذا ما اضطرت إلى ذلك، وما حدث في ثورة تشرين يثبت ذلك، وسنتحدث عن هذا الموضوع. يعني مجرد ما من يدعون انهم كانوا حاضنتهم، كانوا يدعون انه هذه الفئه حاضنتهم، مجرد ما ثاروا عليهم رفضوا سياساتهم، واجهوهم بالقمع الدموي بالقتل، وواجهوا ثورتهم بكل اساليب القمع التي تتاح بين ايديهم. يعني بعد 17 سنه من ذلك الشعار الذي أجبروا الملايين هذه الأحزاب، يعني بعد 17 سنة من إجبارها الملايين العراقيين على ترديد شعار هذه الأحزاب اللي تدعي أنها جاءت لإنقاذ المظلومين وأنها تتبنى المظلومية وتدافع عن العدالة وتدافع عن القانون والحق، بعد 17 سنة من ترديد، ودعوني أتحدث بهذه الطريقة لأنها طريقة حقيقية وواقعية وكل الناس تلمسها، بعد 17 سنة من ترديد شعار نريد قائد جعفري وليس نريد قائد عراقي وطني مخلص، وهذا هو الشعار الأساسي الذي يجب أن يردد، لكن هذه الأحزاب أرادت أن تغيب إرادة الناس وعقولهم فجاءت بهذا الشعار نريد قائد جعفري، وبالتالي بعد 17 سنة اكتشف الناس ان هذا الشعار هو كذبه كبيره وخديعه كبيره. بواسطه هذا الشعار ابتزوا الناس وسرقوا الناس ونهبوا البلد وصيروا اراده البلد الى الاجنبي وارادته رهنوها في دوائر خارجيه مع الاسف الشديد، وعندما ثار الناس ضد الظلم، ضد غياب الخدمات، ضد عدم وجود تعليم، عدم وجود حقوق، انتهاكات الوظائف، البطالة، الفقر، عندما انتفض الناس في ثورة تشرين وكانوا يقولون عنهم حاضنتهم التي انتخبتهم، رغم أن أكثر من 81-82% من هؤلاء الناس لم ينتخبهم في آخر انتخابات جرت في عام 2018، لكنهم يقولون إن هي حاضنتنا وهي انتخبتنا، وزوروا الانتخابات بالطريقة التي نعرفها. مع ذلك واجهوهم بالرصاص والقتل، ووجهوا عليهم أجهزتهم الأمنية وأجهزتهم الميليشياوية لتقتلهم لتنال منهم، وسموها طرفا ثالثا وغير ذلك الكثير. المهم يعني هناك خطوط حمر إذا ما تصديت لهذه الأحزاب، لأنه ولا يعني شيئا انتمائك المذهبي بالنسبة لهم، المهم مصالحهم، المهم أجنداتهم، المهم مخططهم، المهم أن يفسدوا العراق ويدمروا العراق. اليوم بعد 17 سنة الناس تتساءل، من يسمونهم حاضنتهم الذين لم يرددوا شعارا نريد قائد عراقي وطني، لا يهم من أي فئة ومن أي مذهب،
المهم عراقي مخلص يحب العراقيين ويخاف على أموال العراقيين وعلى كرامتهم وشرفهم وعزتهم وبلدهم وحاضرهم ومستقبلهم ويرعى حتى أحلامهم. هذا هو القائد المطلوب، وليس قائدا طائفيا من هذه الفئة أو تلك، أو قائدا إثنيا من هذه الفئة أو تلك. هذه هي الكارثة الكبيرة التي وقع بها البعض ووعى إليها في ثورة تشرين، وعبر عن رفضه لها بعد 17 سنة من هذه الخديعة الكبيرة. خرجوا الناس، لكن هذه الأحزاب اللي مارست السلطة باسمهم وجعلت من نفسها وصيا عليهم وتاجرت بعقائدهم ورموزهم ومقدساتهم، واجهتهم بالنار، واجهتهم بالقتل. ليس لديها مشروع لبناء العراق، هذا واضح الآن بعد 17 سنة. ليس لديها مشروع لتحقيق آمال العراقيين في حاضر ومستقبل أفضل. كل شيء مقفل أمامهم. المهم أن تزداد هذه الأحزاب ثراء وتزداد قوة وتتحكم بالساحة، وأن تحول الأموال والإرادة والثروات وكل شيء والقدرات لصالح دولة أخرى، والعراق مجرد منطقة نفوذ لإيران وساحة لتصفية حساباتها ضد خصومها وساتر للدفاع عن مشروعها وليس مشروع العراق. أما رعاية هذه الأحزاب للفساد فهو جزء من مشروعها في الحياة. ارتضت بهذه الأحزاب بهذا المشروع وثبتت عليه، وثبتت الحكم على أساس هذا المشروع. الشباب اللي خرجوا في ثورة تشرين واللي واجهتهم هذه الأحزاب وقتلت أكثر من 1000 شاب من خيرة شباب العراق، وجرحت 30,000 منهم، وتركتهم في العراء، واتهمتهم باتهامات كثيرة، واعتدت على كرامتهم وحياتهم وشرفهم، وأرادت أن تغيب عقولهم ولا تعطيهم غير الفقر والمهانة والفاقة والجهل والعوز والمرض. هذه صادرت حتى أحلامهم، والآن تتحدث باسمهم وتقول إنها وصيتنا وإنها حريصة على المظلومية. هذه كذبة انكشفت بعد 17 سنة. الآن الشعب العراقي وعى. من يعتقدون إن ثورة تشرين، يعني من هذه الأحزاب، من يعتقد إن ثورة تشرين قد تراجعت بسبب واقع الحال، واقع الواقع الصحي، واقع وباء كورونا الذي جاء، هو واهم جدا. هذه الأحزاب انكشفت أمام الشعب العراقي، ما عادت لها حاضنة أبدا، ليس لها حاضنة، وهذه خسارتها الكبيرة بعد 17 سنة. والمواجهة معها ومع الشعب قادمة لا محال. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.